يسرنا في اللجنة التنظيمية أن نشكر الإخوة على مصابرتهم، ونشكر الإخوة في الاتحاد العام للطلاب التعليمي الذين شاركونا هذا الحوار الوطني الشامل، وكذا نشكر الإخوة ممثلي الأحزاب السياسية الذين شاركونا خلال الأمس واليوم في هذا الحوار الشامل الذي نأمل إن شاء الله أن يكون فريق أمل بإذن الله للتقدم، والإخوة إن شاء الله نأمل أن يكون قد أدلوا بآرائهم بحرية كاملة، وإن شاء الله سوف نستفيد. كما لا يفوتني أن أشكر الإخوة الأساتذة والدكاترة الذين شاركونا منذ الأمس معنا في هذه القاعة، فإن شاء الله فنشكر جميع الإخوة معنا في هذه القاعة، وهذا إن ضل فإنما يدل على حبهم لوطنهم ونيتهم الخالصة وأفكارهم هذه النيرة التي منذ الأمس تداولتموها في هذه القاعة إن شاء الله ستصل إلى الإخوة في الداخل بإذن الله، وتكون خارطة الطريق بإذن الله سبحانه وتعالى لتكتمل الوثيقة التي عرضت وتناقشتم فيها، وإن شاء الله نتمنى مستقبل أفضل لتشاد، إن شاء الله تشاد اليوم ليس تشاد الأمس، ونتمنى إن شاء الله من الجميع أن يكونوا قدر المسؤولية بإذن الله حتى تصل هذه الرسالة. مشكلتكم أنا أوصيكم أنكم أنتوا في ثلاثة أشياء تعملوها. واحد التعليم ده تجري وراه مش يجيك، ما في تعليم بيجيك أنت نايم لأنه ما عندك وحي، وبالتالي لازم تجري ورا التعليم. طيب بعد التعليم داير تعمل شنو؟ تجيب قروش، تفتش القروش ده تجري جري شديد تنكرب عشان تلم قروش. طيب تعمل شنو بالقروش؟ تمشي السلطة. شكرا. نحن ما ندورو ده، نحن ندورو ننو تشاديين لغة عربية حقنا هناك بسيط بسيط بسيط. ألقى في دولة ده كل مترفين فوقها، حتى في الجنوب ده لغة حقنا معروفين فوقها، لكن عندنا إشكالية في اللغة الرسمية للدولة. الأنف الجادي، الأنف ومهنة السلاح في مجتمع الجادي ده ظاهرة اجتماعية موروثة تاريخية مستعصلة في نفسية الإنسان الجادي، خطيرة جدا. اليوم في شوارع جمينا الناس تقاتل قتال الشوارع ستريت فايت. كيف نضمن الحماية المثلى للمعاقين والأطفال والنساء؟ النساء ليسوا مستضعفين، ولكن هيمنة الرجل وعدم وضع قوانين صارمة للدولة لحماية النساء هم من جعلهم مستضعفين. الأنثى هي البيت، هي الأهل، هي الأخت، هي الزوجة، هي الأم، والأم وهي الوطن، والوطن لا يخان. جرم هذا الإمام. وإذا تكلم مثلا بفساد الراعي مثلا الوالي أو سوبريف إذا كان خالف للعادات والسلوك والقيم الإنسانية تكلم فيه طوالي جوبيوس جنو. ليه أنت تكلمت فوق؟ ما أقول إحترامي سعادة الوزراء لسه موجودين هنا، الحمد لله كان درسوا باللغة العربية ويتكلمون اللغة الفرنسية، عندهم اللغتين كله، فصاروا وزراء. فإذا كان يظلم الناس بفقد لغتهم فما صاروا وزراء. أنت دولة بترولية، ولكن الاعتماد على البترول خطيئة، وقد تسبب لك ما يسميه علماء السياسة لعنة البترول. أحد الإخوة هنا انضمام تشاد إلى جامعة الدول العربية، أرفض رفضا قاطعا انضمام تشاد إلى جامعة الدول العربية، كما قال أحد الرؤساء العرب أظن المنصف المرزوقي، جامعة الدول العربية ميتة وإكرام الميت دفنه. منع الاتجار بالطفل، إنشاء محاكم خاصة لحقوق الطفل، منع ظاهرة التسول، إنشاء مراكز خاصة بالأطفال لضمان مستقبلهم. حرر بالخرطوم بتاريخ 9 نوفمبر 2021. طبعا كما تعلم أن الشعب التشادي سئم الحروب وعدم الاستقرار، وهذه المبادرة التي قدمها يعني قام بها رئيس المجلس العسكري الانتقالي بتنظيم حوار وطني شامل تشارك فيه جميع الفعاليات التشادية
من أحزاب سياسية، من جمعيات مجتمع مدني، من الجاليات التشادية في الخارج، وجميع المواطنين في تشاد. ترحاب شديد جدا أولا من إخواننا السودانيين، وثانيا من السفارة التشادية التي سهلت لنا يعني كل الصعاب سهلتها، وبالفريق تبعهم كانوا يعملون يعني بجهد كبير حتى لينجح هذه العمل أو ليتم إنجاح هذه العملية. رحمة الله، أنا جد سعيد اليوم نأتي في العاصمة السودانية الخرطوم، ونجد قناة النصر أمامنا لتنقل النقل الحي والأفكار النبيلة لشعبنا التشادي